السلام عليكم. بسم الله. اليوم حبيت نعطيكم لي بوكس اللي خدمت من جدد، ودا عندي السلاكة ما بقيناش نديرو السلاكة، درتها من جدد، نحيت السلاكة وجدت من كلش. راني درت لها من العشوش بنص القايلة كي تخش واقي صغار درت لهم، عالشروق جاية الأرض فرشوها بالرمل، الارتفاع تاعو 144، الأرض 120، والطول 1.5 متر، كيما 3 الاول هذوك اللي كنت مدايرهم. وراح نديرو حتى في القفص، هذوما اللي جان تاعي اللي زادوا هبط، هنبطهم نروضهم بلاها نسيبها على الاقل يشوفوا شوية الدنيا، خاطرش كي تحطو في البوكس راه ما بقى يشوف حد شي حتى يدور العام. قبل تبدل الريش نبداو نحطوه، لازم يبدل في البوكس. واي استفسار حطوه في التعليق وانا نجاوب عليه. هو مش سهل حتى البوكس هو واعر خلاه او كيما القفص حتى هو، وش هي سهل في النيتواياج تاعو وسهل في قدان حاجه، يساعدك في حوايج بزاف. هاي السلام عليكم.